مثل بسيط في مصر الحبيبه، انا رحت كنا بنعمل في شرم الشيخ حاجه اسمها سياحه علاجيه في راس محمد. ده امر مرتبط بالصحه الشموليه، لان دي البيئه بتاثر على التفكير وبتاثر على الصحه الجسديه، بالتالي بتخليني اخد ايه فكر او قرار. مش شرط ان انا اكون رد فعل المرض، لازم اعمل بروتكشن، يعني حاجز الاول لنفسي او لجسمي ضد الامراض. يعني يمكن النقطه دي بيتبعها كل الدول، واحنا في ناس مننا كتير بتتبعها، بدليل لو انت عملت عدد من الاغذيه الخاصه، عدد من الماء اللي احنا بنشربه. يعني مثلا في مثل بسيط، ما بنيجي نسافر السعوديه بنلاقي ماء زمزم. ماء زمزم دي فيها الكالينيتي، كميه القلويه عاليه، بتخلي بتنشط الوظائف الفسيولوجيه في جسم الانسان، لان جسم الانسان حوالي في وسط مائي او بيشتغل الوسط المائي فيه بنسبه 80% في البرين، وبنسبه 90% في الغدد الليمفاويه، وبنسبه 80% في السيتوبلازم اللي هو مكون من مكونات خليه الجسم الانسان اللي احنا هنتكلم عنها. ده بيفيد الانسان البسيط وبيفيد الانسان العظيم بايه؟ اللي انت لو عباره الوان يونت دي او الفكر المتكامل دوت بيأثر. لو انت مثلا هتشتغل في اي حاجه كانت، مش عارف ايه القدره الجينيه، ودي يمكن ابتدت عملتها اليابان. احنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا الفينجر برينت، بصمه الايد، فصيله الدم، عدد من الامور، فايل كامل اكتر من حوالي 16 ميثود بتستخدم في الامر ده. وبنستخدم اجهزه حديثه، يمكن الجهاز دوت بيوضح اما بنضعه على منطقه البرين، منطقه المخ، بيوضح ايه هي الكفاءه اللي موجوده، الام بي ار، قدره الكفاءه العقليه لكل انسان تختلف. ده غير معدل الذكاء. ده غير معدل الذكاء طبعا، غير الكفاءه طبعاً. العقليه، في الكفاءه العقليه دي الايه، الام بي ار. انا دلوقتي اقدر اكون مثلا مثلا انا في شركه، يعني ده بينفع للشركات والوزارات والحكومات زي ما عملناه. انا دلوقتي في شركه وبدير ناس كتير جدا كمدير او كقائد، لازم انا ابتدي يكون الكفاءه العقليه بتاعتي دي اعرف هي في انيو التالنت بتاعتي، هي انيو منطقه. ما بمشيش الناس بشكل فيه ستريس، لان ولا هيدي اي امر مجدي. يعني انا يمكن في مقوله لاحدى القاده في الخارج انا يعني متاثر بيها جدا، ان بناء الانسان واكتشافه، انا بقى ضفتها يعني، واكتشافه هو الاساس في بناء الاوطان من خلال بناء الانسان. بمعنى يعني انت لو انت عرفت الانسان ده في انيو منطقه او انيو كاتيجوري، تقدر تاثر عليه من اول طفل، من اول الطفل 7 سنين لغايه اعظم قائد. انت بتبتدي تخش على المنظومه او القدره الجينيه. ايه القدره الجينيه؟ هي عباره عن ايه؟ انت بتتعامل على مستوى مع المسببات والاعراض، والتالنت على مستوى دقيق. الجين هو اللي بيبقى عباره عن الاله البيولوجيه اللي بتتحكم في جسم الانسان.